ابن العوام، هو أبو زكريا يحيى ابن محمد أحمد ابن العوام الإشبيلي الأندلسي، عالم أندلسي عربي ذا عصيته في إشبيليا في جنوب الأندلس، ولم يحدد عام مولده على وجه الدقة، إلا أنه عاش في القرن السادس الهجري، واشتغل بعلم النبات وعلم الحيوان، ودرس الفلك والطب. ومن أبرز أعماله كتاب الفلاحة الأندلسية، وهو دليل مطول في الزراعة، ويعد أحد أهم أعمال الزراعة في الأندلس. يتجزأ كتاب ابن العوام إلى 34 فصلاً، 30 مع المحاصيل، والأربعة الأخيرة مع تربية الماشية. تتعامل الفصول الأربعة الأولى في الكتاب بنجاح مع أنواع مختلفة من التربة والأسمدة والري وتخطيط الحدائق. ثم هناك 5 فصول حول زراعة أشجار الفاكهة، بما في ذلك التطعيم، التقليم، النمو، وزرع عشرات من أشجار الفاكهة المختلفة بشكل فردي. تتناول الفصول اللاحقة الحراثة واختيار البذور والمواسم وزراعة الحبوب والنباتات البقولية والنباتات العطرية وغيرها. يتضمن الكتاب فصلاً واحداً مخصصاً لطرق حفظ وتخزين الأطعمة بعد الحصاد، ويشير بين طياته إلى أعراض العديد من أمراض الغابات والمزروعات، وكذلك أساليب العلاج. يعتبر كتاب ابن العوام موسوعة زراعية من الصعب تكرارها في ذلك العصر، وهو في المقام الأول تجميع لكتابات المؤلفين والعلماء الذين سبقوه، مع إضافات عديدة وابتكارات في الزراعة كان له السبق فيها، مثل الري بالتنقيط على سبيل المثال، فقد كان أول من تحدث عن هذا النوع من الري. توفي ابن العوام عام 580 هجرية.